صالح أحمد تكريم من بنغلاديش. الآن أتشرف، والآن نبدأ بتكريم الحاصلين على المراكز العشرة الأولى، وهم حمزة مستقيم من المغرب في المركز التاسع مكرر، عزيز بن نور نصران من بروناي في المركز التاسع مكرر. محمد عبدو أحمد قاسم من اليمن في المركز السابع مكرر. محمد حاج أسعد من سوريا في المركز السابع مكرر. عبد العليم عبد الرحيم محمد حاجي من كينيا في المركز السادس. فتوى هادي مولانا من اندونيسيا في المركز الرابع مكرر. نور الدين من الكاميرون في المركز الرابع مكرر. أما المراكز الثلاثة الأولى فجاءت على النحو التالي: في المركز الثالث خالد سليمان صالح البركاني من المملكة العربية السعودية. وجاء في المركز الثاني عباس هادي عمر من أثيوبيا. أما المركز الأول فكان من نصيب صالح أحمد تكريم من بنغلاديش. الآن أتشرف بدعوة راعي الحفل الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم لالتقاط صور تذكارية مع جميع المتسابقين المشاركين في الدورة 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم. Thank you.
شكرا الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم على تشريفكم حفلنا هذا. إذن أيها الحفل الكريم، مع مشاهد الفرح وأجواء البهجة بين الفائزين والمشاركين، نختتم فعاليات الدورة 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، على أمل أن نلتقي بكم في فعاليات أخرى من فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. حتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، نشكركم على انضمامكم إلينا هذا المساء.